وللمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ صلاح إلى هذه التغطية. أهلا بحضرتك، أهلا بك أستاذ المشاهدين. الحقيقة مصر تتحرك من خلال محددات وثوابت، يمكن عبرت عن موقفها الثابت بضرورة وقف التصعيد في المنطقة وتحقيق التهدئة، وأيضا مطالبة جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وهذا يعني ما نتابعه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الذي وقع على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وأيضا في كل يعني التوترات والتصعيدات التي يعني نتابعها في الشرق الأوسط. كيف تقرأ سيناريوهات التصعيد بين إيران وإسرائيل في ضوء هذه التطورات؟ هو طبعا الموقف المصري الرسمي عبرت عنه وزارة الخارجية في بيان لها صدر بالأمس، صحيح، عربت خلاله عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران. مصر طالبت الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحذرت من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارهما الخطيرة على أمن وسلامة شعوب المنطقة. القاهرة أكدت أنها سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل احتواء التوتر والتصعيد الحالي. طبعا ما حدث بالأمس من قيام إسرائيل، وإن لم تعلن عن ذلك ولم تتبنى ذلك بشكل رسمي، لكن قامت وفق مراقبين ومحللين بضربة عسكرية استهدفت مدينة أصفهان وسط إيران بالقرب من المفاعل النووي الإيراني، الأمر الذي يعني ينذر بتصعيد جديد في الأمور بين إسرائيل وإيران. طبعا هذه الضربة كانت ردا على القصف الإيراني من طهران وبعض المناطق الإيرانية التي استهدفت إسرائيل يوم السبت الماضي بصواريخ ومسيرات. كان الهدف من هذه الضربة هو رد الاعتبار لإيران ردا على الضربة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في سوريا. طبعا هذا التصعيد من شأنه أن يؤجج أيضا الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة مجددا، والأمر الذي حذرت منه مصر وحذرت منه القيادة المصرية عدة مرات منذ حادثة أو عملية 7 أكتوبر. صحيح. القاهرة حذرت الأطراف المعنية وكل دول العالم الفاعلة من أن تصعيد الأمور من شأنه أن يؤجج دائرة الصراع في الشرق الأوسط وأن يؤزم الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، خاصة وأن انتقال بؤر الصراع من غزة إلى مناطق أخرى من شأنه أن يؤثر على استقرار وأمن المنطقة. اليوم أيضا استهدفت بعض القوات، وإن لم تعلن عن ذلك، مقر إحدى القواعد العسكرية التابعة للحشد الشعبي في العراق. صحيح. وهو الأمر الذي ينذر بمزيد من التصعيد إذا لم يتم احتواء هذا التصعيد. سيد صلاح، خليني أتوقف مع حضرتك عند استهداف مدينة أصفهان بالأمس في الساعات الأولى من صباح أمس، والحقيقة أنه يمكن الحقيقة خليني أتوقف مع حضرتك لأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كان قد قال أنه إذا قامت إسرائيل بأي خطوة سيكون الرد فوريا وعلى على أقصى مستوى. كيف تنظر إلى هذا المعطى؟ يعني هل يعتبر خطوة في إطار مزيد من التصعيد العسكري والتوتر بين إيران وإسرائيل؟ هو وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان بالأمس أشار إلى أن الضربة التي يعني استهدفت موقع للدفاع الجوي بالقرب من المفاعل النووي الإيراني في مدينة أصفهان لم تحقق الهدف منها، فقلل من أثار الضربة وأشار إلى أن الضربة رسالة لكنها رسالة فشل ولم تحقق أي أضرار أو إصابات سواء مادية أو بشرية. طبعا يعني أشار إلى أنه يعني ده وفقا لمحللين ومراقبين رأوا أنه التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني تعبر عن اتجاه لدى طهران بعدم يعني الرد، لأنه وفقا لمصادر أمريكية أشارت إلى أن هناك يعني كان اتفاقا شبه ضمنيا ورسائل متبادلة لكن ليست مباشرة بين الطرفين بين طهران وتل أبيب بهدف عدم تصعيد الأمور، وأن إيران غير راغبة
في تصعيد الأمور أكثر من ذلك، وأن احتواء الضربة الإسرائيلية الأخيرة من شأنه أن ألا يؤثر في أن تقدم إيران على ضربة مماثلة أو أن يكون هناك رد مباشر على هذه الضربة وفقا لمحللين وساسة أمريكيين. فالأمر الآن أصبح يعني شبه محدود بأن هناك رد ورد مقابل، لكن الخطورة فيما حدث وما يحدث أن هناك بالفعل حالة من الترقب وحالة من يعني خاصة بعد أن يعني بلغت الأمور مناطق أخرى في المنطقة، واليوم قصف المنطقة التابعة للحشد الشعبي من شأنه أن يؤثر على أن يقوم الحشد الشعبي باستهداف أو يعني إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل كما يعني فعل قبل ذلك. فأعتقد أن الأمور تحتاج إلى تدخل من المجتمع الدولي وتدخل من مجلس الأمن الدولي للعمل على احتواء تداعيات هذه الأزمة التي إذا لم يتم احتوائها في الوقت المناسب قد تتفاعل وقد تزيد من يعني تصعيد الأمور في المنطقة أكثر مما تعاني منه بالفعل. صحيح. يعني سيد صلاح خليني أتوقف مع حضرتك أيضا عند نقطة أخرى وهي خاصة بالموقف الأمريكي. الحقيقة أنه دائما الولايات المتحدة ما تقف إلى جانب إسرائيل تدعمها دعم مطلق، ولكن أيضا الجدير بالذكر أن في الرد الإيراني قالت الولايات المتحدة أنه تقريبا الصواريخ والمسيرات تم إسقاطها بالكامل أو 99% منها تم إسقاطه. رأي حضرتك فيما هو قادم، السيناريوهات المحتملة وأيضا الموقف الأمريكي هنا إلى أي اتجاه؟ وللأسف الشديد الموقف الأمريكي داعم ومؤيد لإسرائيل على طول الخط، ورأينا ذلك في الفيتو الأخير الذي استخدم ضد المشروع الجزائري بمحاولة أن تكون فلسطين عضوا في الأمم المتحدة كامل العضوية. وافق على هذا الطلب 12 دولة في حين اعترضت دولتان هما فرنسا وبريطانيا، فيما استخدمت الولايات المتحدة كالعادة حق نقض الفيتو، الأمر الذي قوبل باستهجان من جانب معظم دول العالم خاصة الدول العربية التي رأت في هذا الموقف مزيدا من التعنت ووقوف إلى جانب إسرائيل، على الرغم من أن هذا الحق هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، من حقه أن يكون له دولته وأن تكون هذه الدولة يعني كاملة العضوية في مجلس الأمن. كما كان الموقف الأمريكي أيضا داعما للموقف الإسرائيلي وأمدته بالسلاح على مدار الأزمة منذ يعني عملية 7 أكتوبر، فالفلسطينيون الآن أصبحوا ينظرون إلى الموقف الأمريكي باعتباره موقف غير محايد وموقف غير متوازن وموقف يدعم إسرائيل في الصراع مع الفلسطينيين، خاصة وأن الولايات المتحدة وفقا لتقديرات العديد من المحللين أمدت ترسانة الحربية الإسرائيلية حتى الآن بحوالي 45,000 طن. صحيح. من الذخيرة والعتاد العسكري، وما زال الجسر الجوي يحمل السلاح إلى إسرائيل على الرغم مما تكتظ به يعني ترسانة الأسلحة الإسرائيلية من أحدث ما أنتجته آلة الحرب في العالم وليس فقط في إسرائيل، لكن على الرغم من ذلك موقف الولايات المتحدة ما زال داعما لإسرائيل، وبالفعل يعني أصبح ينظر إلى الموقف الأمريكي بأنه موقف غير محايد وغير متوازن على الإطلاق. سيد صلاح، أخيرا إلى أي مدى يجب أن يتم الموافقة على قرار مجلس الأمن وتبني قرار مجلس الأمن 2728 فورا الآن؟ هو طبعا هذا الموقف من المحتم على جميع الدول أن تجبر إسرائيل على ضرورة احترام المقررات ومقررات الشرعية الدولية والقرارات الشرعية، لأن إسرائيل طوال تاريخها الذي يصل إلى 75 عاما لم تحترم القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولية منذ بداية هذه الأزمة انتهاء إلى هذا القرار لم تحترمها إسرائيل، حتى محكمة العدل الدولية عندما يعني أصدرت العديد من التدابير والإجراءات لم تلتزم إسرائيل بتحقيقها وأمعنت في استمرارها في استمرار عدوانها على قطاع غزة، ولم تلتزم بأي من المعايير الأخلاقية والمعايير التي تحتمها قوانين الحرب الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. فالمجتمع الدولي عليه أن يجبر إسرائيل وفقا لمقررات الشرعية الدولية أن تحترم هذه القرارات وأن تحترم قواعد القانون الدولي الذي للأسف الشديد لا يتم تطبيقه إلا على بعض الدول العربية ولم
تلتزم به إسرائيل ولم تحقق أي من قرارات الأمم المتحدة التي صدرت حتى الآن. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات.